عند شعريه ورز عند سمع عصفور يا رز اهو على جنب. خلي شويه رز مسلوقين لبعضياتك مع روحانياتك كده هون. شكلها مشت اصلا. ابشريها فما بشرة، خليها كده هون بالشكل ده. هتعصريها وتاخدي منها مية موجودة. طيب ماشي. انت اسمك ايه؟ ام مين انت؟ مش هرجع بقى انا اوسخ ايدي بعد ما مسكت اكل. نو كده كده اهو خيار راية مبشورة في المبشرة. هتاخديها وتحطيها في صحن على جنب، بس كل يوم تصبحين على ام الخيار راية دايما بقولك اهو. هتاخدي منها ملعقة فقط لا غير من المية. نقرب من الكام ونوريها العفريت. العفريت رز مسلوق عند مية خيار. احلى واجمل ابي في الدنيا. سوسو متشكرة يا سوسو. مية الخيار على الرز. ما تعطلونيش، خلوني انا اركز بقى. ناو عليهم ملعقة شاي صغيرة، اظن ما فيش اكتر من الزبادي اللي بتلحطيه كل يوم. ملعقة شاي صغيرة عشان الدنيا غالية من الزبادي فوق الرز والخيار. كده مش هتقدري تاكلينها. انا بقولك اهو. يس. وكمان هتنزلي عليها ببياض بيضة، ماشي صفار بياض، بتزرعي ليه؟ عشان الناس اللي بيسألونني السؤالات كل مرة هي خلاص انا اتقرعت. والله اتقرعت. اتي القهوة ناس كفين. خدي منه ملعقة من الناس كافيه. مش هتعمل ازمه يعني يا اختي فوق الروزه. اضربيهم مع بعضياتهم بالمدفعيه وحضري السلاح وخلي السلاح صاحي معايا بقى دلوقتي. مكنتش استعملك دلوقتي خلاص، بس عشان خاطر عيونها. حرام حرام كده. يلا كله لوجه الله. هنقول ايه؟ انت مت. محتاجين مادة سائلة اكتر من دي. تعالي يا اختي، تعالي يا اختي، يا مجنناني يا اختي، تعالي نهوريكي. ولو ما عملتيش هخلي ليلتك هباب زي اللي انا عملته ده بتاع افريقيا ده اهو. انا بقولك اهو، لبان ذكر منقوع مرقد في ميه مغليه. واحده عامله فيديو ساعه حطت شويه لبان ذكر على شويه ميه وعماله تقلب فيهم ساعه، والفيديو كله اصلا ما فيهوش حاجه مفيده. سافرت لفيت العالم طلعت كريم لاوروبا وهي لسه بتعمل الوصفة. لبان ذكر عند مية، كولاجين فعال، لبان ذكر تنقعيه، لبان ذكر تشربيه، لبان ذكر تغليه مهلبية، هو ده كولاجين. خدتك تقيلة يا اختي. يس. عنده تخلف. انزلي على الخلطة بتاعتك دهيا مية الخيار، معلقة ارز، معلقة نسكافيه، ومعلقتين من اللبان الذكر المنقوع في شوية ماء. تقول لك الصمغ العربي. نو لبان ذكر مش صمغ عربي. ملعقتين من اللبان الذكر فوق الخلطة بتاعتك. انت لا اوعي تجين، ما تجيش هنا. Thank you.
شوية، ما تضربيش على طول، ولا شير ولا زفت. فين الشير بتاعك انت وهي؟ انتوا مش بتعملون شير ليه يا ولية؟ فين الناس؟ انا مش شايف ناس كويسة. عملت بوتوكس اقرب التلهبل انت. انا لا ياكل، انا كنت بدفع فواتير 1800 جنيه استرليني فواتير عشان اعمل بوتوكس، كانت الكوبة تشيل امك عند ابوكي. روحي قولي لها زقتني شوية كمان وهعملك بلوك لو ما لمتيش روحانياتك. كبة تشيلك انت واللي بعتينك. شفتي الرز الساحر الاخاص ده؟ اطفي النور عشان هما بيفتكروا الاضاءة دي بوتوكس. او ضلمة يا امي، ضلمة ضلمة. بوتوكس ياخد اجلك انت وبطل ورمة في ساعة واحدة. رز لبان ذكر ماء خيار، ها على بعضياتهم مع معلقه نسكافيه. ازيك يا هبه؟ شفتك مع معلقه نونو زبادي عشان الناس اللي بتتخلبط. بس نقول كمان هاتي البيبي اسبرين او اسبرين. نو عندكو في مصر اسمه ريفو. هاتي 5 كبسولات ريفو. 5 حبايات ريفو. انا هعالج لك النمش دلوقتي على اللايف. يس كوبا تشيلك يا بتورمه في ساعه واحده. ودعكي ام الحبوب ده هي لحد لما تخليها بودره تماما جدا قوي خالص بالهول اللي بدقي بيه الكفته. حاولي تفرقي الاسبرين. علاج فعال فعال. اسمعي الكلام وجرباها عشان هما ما بيجربوش حاجه. لا دي نفخه، لا دي شده، لا ينفخوكي من معميك يا اختي، يشدوكي من معميك يا بتر ورمه. داخله تعملي لنا فيلم هندي هنا. توكلي على الله، مش هبص على اشكالكم اصلا. يلا كوبا تشيلكم. شايفه البودره بتاعت الاسبرين اهي نزلت فوق النسكافيه. علاجك هنا عندي يا امي. تعالي مع بياض البيضه. تعالي تعالي يا امي، تعالي هنا هو ندوبي الاسبرين اللي اتطحن جوه النسكافيه عشان اديكي علاج فعال. بس تستعملينه كل يوم لحسن وحياة ربنا ههزقك في وسط الناس ده. هي عندها افضحك. انا بقول لك اهو، خليها هنا عشان نلبلبهم بيها. دوبي البيبي اسبرين مع النسكافيه، دوبي في الهول اسبرين مع البان ذكر. شفتي؟ ركزي معايا شويه يا اختي عشان تضيعي النمش. حطينا الرز المسلوق. اسلقونك في نار جهنم كبة تشالكم. لبش لبش لبش. نو نوت لبش، لبط والله لبط. تعالي عارفه الشوفان، اشتري لك نص كيلو شوفان في الخباسه وتخليه في الدولاب مع جوزك مع النشا. انا بقول لك اهو، خدي ملعقه من الشوفان فوق الخلطه دي، ملعقه كبيره مطرعمه. يا بتوع البوتوكس والفيلر اللي معاكوا فلوس انتوا، احنا عمالين ندفع فواتير الهون مقسوم وسطنا. كبة تشالكم. ايه الناس ده هي داخله تعكنن علينا وعلى قعدتنا الحلوه علشان تتكلم وخلاص. قطة جبارة ملعوبة دلوقتي على لايف، نفذيها عشان تشوفي نتيجة. بياض البيضة ما تنسهوشي، اللبان الدكر كولاجين الفعال ما تنسهوشي. اهو مش هنعمل فيلم احنا على شوية مية عند اللبان الدكر ونقول مهلبية. نو فات الميعاد على الكلام ده خلاص، احنا دخلنا العالمية. لاتشين اتي بودرة البيبي اي ماركة
بودرة تلج. بودرة تلج. انزلي فوق الخلطة دين بملعقة، عايريها ملعقة من بودرة البيبي. لما بيجيله البيبي تسلخات مطرح الحفاضات يا بتشطفيه وبتحطيله بودرة بيبي اي جنسية، مش مشكلة ما تطلقيش يا اي جنسية. بودرة التلج هتساعد جدا على اخفاء النمش. الخمس حبيات من الاسبرين مفاعل نووي جبار، اسد كبير جوه هنا. بقولك هو وصفاي محدش عملها خالص اصلا. بياض البيضة اساسي وانت بتفقشي البيض عشان تاكلي يا اومليت وعيون وهيصة ميغا عمالين تاكلوا انتوا يا. سيبي شوية بياض بيضة على جنب، صفار بيضة على جنب، اتيهم في التلاجة هم من امبارح ما جرالهمش حاجة، هلعب فيهم في شعري انا. دوابي بريحه انت اشتمهم كده يعني يا واحدة عكنانة عند صلاح. طلعي جوزك من الدولاب علشان نخلص على الخلطة الجبارة دي. الناس طلعي جوزك من الدولاب يا اختياري، طلعيه وبوسي فيه وحضري جنبك. يس علبة لبن نيدو ابعتي الولا حمق دلدني السبت من البلكونة قولي له ابعت لنا كيسين نيدو والحق خزاني قبل الدنيا من رمضان جاي بيغلوا الحاجة بيرفعوا فيها السما. ملعقة كبيرة من اللبن البودرة فوق النسكافيه. ايه كل المكونات دي يا ابي؟ علشان اديكي نتيجة فعالة لماسك ساحر يديكي فعلا نتيجة ضايع النمش. مش عايزة تضيعي النمش؟ ضحي بالجنين والدكتور وخلي امه تضيع النمش. قلبي اللبن مع بياض البيضة مع النسكافيه مع معلقة القرص مع معلقتين لبن الذكر. جبار ماسك جبار على ابوه عند امه هنا جوه البتاعة دي. بيعيش بقى ما تقلقيش، كل الحاجات اللي فيه دي بتعيش. وملعقة كبيرة من النشا من جوزك عشان تلمي بيها الماسك الفعال الهايل اللي يجنن ده. هو حد عايز يشتم تاني هامسح بيها امه عند ابوه الارض. يس يس كده انتي خدتي مني ماسك جبار تحطيه في التلاجة مش عشان تفضلي ناسياه، تحطيه في التلاجة عند الصبح وبالليل. تحطي الماسك ده تفرديه على وشك وتقعدي كده بتسلطح بابا يا تفضلي تستعمليه كل يوم كل يوم مرتين لو تقدرين. ويقولوا لك هي بتتعصب عند الزرع ينفخونك في نار جهنم يا اختي. قبة تشالكم الواحد لما بيكون رايق عند زي كده هون وداخل يستقصرون فيه الروقان يعكنونا. انتي ولاية عكنونا ماسك جبار تفرديه على البشرة على وش نظيف وتسيبيه ينشف تماما بتسلطح بابا عشان ده فيه بيض هيشد. هتلاقي ما تقلقيش هتلاقي حد شدك يمين عند شمال ما تخافيش ما تقلقيش يا سيبيه كده مع روحاني قطي بقى على ايديكي عشان النمش. تقدري تفركي؟ لا مش هتقدري تفركي لان ده بيض هتشطفيه بماء فاتر عند تكرريها قبل النوم عند الصبح مرتين في اليوم. وان ويك اسبوع مع الماسك ده هتعالجي التجاعيد هتضيعي الكلف والبقع هتقل النمش. ثلاثة في هنا
مفاعل نووي اسد جبار جوه العلبه دي، يحفظ في التلاجه لانه فيه رز عند خيار للترطيب، ممكن يوضع حول العين لضياع الهالات السود رقتك صاد لو ما استعملتهوشي. وعلى بال ما شرحتلك تقل وتخن اهو، شايفه التخانه بتاع الماسك؟ مش اي ماسك، تخصص ماسكات انا اصلا. نفخوه شدوه، يشدوكي من معاميك يا اختي، شيل جوزك في الدولاب لحسن حد يبصبصه، واللبن كمان مش محتاجينه تاني خلاص، عند الخميره مش يوم على النهارده عشان في نفخ. نفخك عايز ماسك العرق السوس يسافر يروح شارع صلاح سالم، هيلاقي ابي لندن ووكر 1 عامله مهزله هناك 3000، انا جايه اغير جو معاهم، يسدون نفسي يسدون معاميك، يسدون نفسي ليه؟ ده انا سد 10 زيك يا اختي.